رفع مصرف لبنان المركزي مؤخرا سعر الصرف الرسمي للدولار الامريكي 10 اضعاف دفعه واحده ليصبح 15000 ليره للدولار الواحد بدلا من 1500 ليره. ياتي ذلك في وقت يشهد فيه سعر الصرف في السوق الموازيه تقلبات حاده بشكل يومي. لبنان يستورد معظم بضائعته، حتى الصناعات المحليه مبنيه على مواد اوليه من الخارج، وبالتالي كلفه البضائع في لبنان هي كلها كلفتها بالدولار، والتسعير يحصل على السوق الموازي على السوق السوداء. أما الحكي عن التسعير بال 15000 وال 1500 هو هذا ما يسمى السعر الرسمي الذي يستعمل هلأ في الوقت الحاضر حصرا لاحتساب بعض الضرائب والرسوم. أما الدولار الجمركي فهو أثر على كلفة السلع لكن يعني بنسب بسيطة، خاصة أنه معظم السلع الأساسية لا تدفع جمارك أو تدفع جمارك منخفضة جدا. بس عندنا في التي في آر كانت على 1500 صارت على 15000، يعني هيدي اللي غليت، بس ما غليت ما فيها في العالم كتير خافت انه في فكر انه البضاعة كتير غليت او شيء، هو لا ما لانه نحن عم ناخد على سعر السوق السوداء. تحريك سعر الصرف الرسمي اثر على الاسعار بشكل مباشر، ولكنه تأثير محدود مقارنة بالانهيارات المفاجئة في سعر صرف السوق الموازية. التقلبات عم تكون حادة، وخاصة في الايام التي يرتفع فيها الدولار بمستويات جنونية أو ينخفض كمان بمستويات مرتفعة، وتخلق بلبلة كثيرة بالأسواق، وحتى عم بيصير في أوقات عندما يحجم التجار عن التسليم، مش خوفة بالتسليم لكن ما بيعرفوا على أي سعر بدهم يسعروا. هناك العديد من المنتجات المحلية في الأسواق وأخرى مستوردة، فكيف يتم التسعير داخل المحلات؟ عندنا الخضرة بيجي كله باللبناني، كله بيتسعر باللبناني، بس كمان في تغيرات حسب الدولار، إذا الدولار طلع تاني يوم كل الخضرة بتطلع، وإذا الدولار نزل بينزل شوي يمكن. وأما الباقي الأغراض في عندك أشياء بتتسعر باللبناني لأنه بنشتريها باللبناني، وفي أشياء تانية بتتسعر بالدولار، إذا طلع الدولار بيطلع معه، إذا نزل الدولار بينزل معه. أما الباقي في إشياء كتير مثل اللبنة، الجبنة، العصير، الخبز، البيض، كل هيدا بيتسعر باللبنان بيضل سعره ثابت ما بيتغير. التقلبات الحادة في سعر الصرف دفع البعض للمطالبة بدولارة الأسعار مع الإبقاء على إمكانية الدفع بالعملة المحلية. نحن اقترحنا بالآونة الأخيرة التسعير على الرف بالدولار، أما الدفع فيحصل بالليرة اللبنانية على سعر اللي هو يعني سوف يكون واضح وظاهر في المحال الكبير على شاشات إلكترونية، وفي المحال الصغيرة على ورقة يعني تكون واضحة وملصوقة على الباب. بعد قرابة 25 عاما من تثبيت سعر الصرف، ضعف المصرف المركزي سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بعشرة أضعاف. أما في السوق غير الرسمية فارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة ب43 ضعفا على الأقل خلال 3 سنوات فقط، وهو ما يجعل عملية التسعير معقدة في ظل غياب سعر صرف موحد، بالإضافة إلى التقلبات الحادة والمفاجئة في السوق الموازية. من بيروت، أحمد سنجاب، هنا القاهرة عاصمة الخبر.